الخطأ الأهم أو الحالة الأهم اللي حضرت في شوط المباراة الأول هي ركلة الجزاء التي تحصل عليها الهلال. في هذه اللحظات معي الحكم الدولي القدير المحلل التحكيمي لقنوات اس سي وشاهد في اي بي فهد المرداسي. فهد مساك الله بالخير، حياك الله، يعطيك العافية. ركلة جزاء أم لا؟ في البداية مسي عليكم بالخير أستاذ المشاهدين والمشاهدات. في البداية طبعا هي ركلة جزاء غير صحيحة احتسبت لفريق الهلال في الدقيقة 12. بنقول ليه؟ بنشوف معنا الحالة مباشرة. بنلاحظ هنا من كرة عرضية ارتدت مباشرة خارج منطقة الجزاء، وبنلاحظ هنا في التسديدة من لاعب الهلال، بعد كذا الكرة اصطدمت في اللي هو ركبة أو فخذ لاعب الاتحاد، وبعد كذا اتجهت إلى اليد وخرجت خارج الملعب. بنلاحظ في البداية اللي هو أن لاعب الاتحاد كان نازل يبغى يضرب الكرة بالرأس. لو نلاحظ يده اليسار كانت بالوضع الطبيعي وقريبة من الجسم، بس نوقفها هنا شباب، نرجع شوي ونوقفها. اليد اليسار كانت قريبة من الجسم ووضع طبيعي للاعب يبغى يضرب الكرة بالرأس. اليد اليمين مكبر الجسم بصورة غير طبيعية. لو جاءت الكرة باليد اليمين ركلة جزاء، ولكن جاءت باليد اليسار هي في البداية غير متعمدة ولم يكبر الجسم بصورة غير طبيعية. إذا هنا ركلة جزاء غير صحيح احتسبت لفريق الهلال. طيب تسمح لي فهد سؤال. كل الناس تقول أن الكرة لما ترتطم في أي جزء من أجزاء الجسم ثم تتجه لليد هي ركلة جزاء. في هذه الحالة ليش أنت شفتها مش ركلة جزاء؟ لأنه في البداية أنه بغض النظر عن أن الكرة اصطدمت في أي جزء من الجسم وراحت لليد، إحنا في الاعتبارات نلاحظ هل اللاعب تعمد لمس الكرة باليد؟ هنا اللاعب لم يتعمد، اللاعب كان بيضرب الكرة بالرأس وبعد كذا اليد كانت قريبة من الجسم. الجزئية الثانية في لمسات اليد والتعديلات الأخيرة، هل كبر الجسم بصورة غير طبيعية؟ اللاعب لم يكبر الجسم بصورة غير طبيعية، وكانت يده اليسار قريبة جدا من الجسم وحاول يتفاداها. لو نلاحظ في زاوية خلفية حاول يتفادى اللي هو لمس الكرة باليد. إذن هنا ركلة جزاء غير صحيحة. حكم الفيديو استدعى الحكم لأنه مش مقتنع في ركلة الجزاء. الحكم شافها مرتين ثلاث أربع وأصر على قراره، طبعا هو قرار خاطئ باحتساب ركلة الجزاء لفريق الهلال. طيب بس عشان تأكيد المعلومة، في حال إنه الكرة ارتطمت في أي جزء من أجزاء الجسم ثم اتجهت لليد ليس بكل حال هي ضربة جزاء. ليس بكل حال، على اعتبار أنه هذا الاعتبار انشال قبل تقريبا سنتين ثلاث سنوات. الآن فقط هل هناك تعمد أو لا، وهل كبر الجسم بصورة غير طبيعية أو لا؟ هنا لم يكن هذا الاعتبارين موجودة، إذن ركلة جزاء غير صحيحة. شكرا جزيلا فهد المرداسي، إن شاء الله حنروح معك.